بحضر رسالة الدكتوراه اتجوزت واحدة انجليزية عشت معاها سنتين، ولما رجعت مصر هي رفضت ترجع معايا. والحكاية خلصت على كده؟ تقريبا. طب ما جربتش حظك مرة تانية ليه؟ بعد وفاة والدي حصلت حاجة ما كانتش على البال، والدتي اتجوزت وسابت البيت، خفت على يوسف اخويا، حاولت اعوض له حنان الاب والام. معلش يمكن ظروفها. معلش، هي الست عموما لما تبقى غنية وحيدة بتبقى مطمع للرجالة، والدتي كانت قليلة الخبرة بهدلت وبهدلتنا معاها، حد ربنا ما افتكرها. انا اسفة اذا كان الكلام ضايقك. لا ابدا. قولي لي يا سهام، بتفكري ازاي في بكره؟ ناويه تعملي ايه يعني؟ لو تعمل فيها معروف تشوفلي شغلانه. انت اشتغلتي قبل كده؟ اه طبعا، في مصنع حلويات في بوكلا، بس الاجره ما كانتش كفايه خصوصا في الظروف اللي انا فيها. انت وصلتي في الدراسه لحد فين؟ انا امي جوزتني بدري وسبت المدارس، واديني اتلطمت في الدنيا، لا نبني علام ولا نبني جواز. بصراحة يا سهام فرص العمل قدامك ضعيفة جدا، وانا مش عايزك تتبهدلي. متشكرة قوي يا استاذ حسين. لو بتثق فيا سيبيني اخطط لك مستقبلك بطريقة مناسبة. وكمان عارفة اسمي؟ هي ايه الحكاية؟ الحمد لله على السلامة. انت وصلت امتى؟ ممكن حضرتك المدام تريحيني وتقولي لي انت مين بالظبط؟ حسين حكالي عنك كتير. انا ما كنتش اعرف انه شايل الدرجاتي ومعينك هنا بقى على درجة جنايني. تحكي على ايه؟ لا اصل حسين كان عنده حق فعلا. يا مرزوق اهو حسين جه. حسين معقول يوسف؟ الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ وحشتني يا حبيبي. ايه اللي بين هدومك كده؟ الجنانية الحسناء بتاعتك. الجنانية الحسناء بتاعتي دي تبقى مراتي. مراتك؟ لا واضح ان الحكاية وراها قصة حب خطيرة. يلا بقى احكولي بسرعة. معقولة بعد الانتظار ده كله حسين تتجوز بالطريقة دي؟ سهام مخلوقة رائعة، ظروفها الاجتماعية ظلمتها. ايوه بس مفيش اي توافق بينكم. ده انت استاذ جامعي وهي يوسف. سهام بقت مراتي خلاص، وانا سعيد بيها جدا. انا اسف يا حسين، بس احنا متعودين على الصراحة. انا هريحك يا يوسف، انا اتجوزت سهام لانها حركت فيا مشاعر كنت فاكر انها ماتت من زمان، ورغم الفروق الاجتماعية اللي بينها اللي انت بتتكلم عنها دي الا انها فهماني ومريحاني. باختصار حبيتها يا اخي. على العموم الف مبروك. كتير شوية انت اللي عندك ده. لا مش كتير كده. بس 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 ايه خايف تتخن؟ اه يا اخويا مش زيك. انا بقى عملت لك طاجن ورق عنب بالكوارع، اكيد بقالك زمان ما دقتوش.
الله ريحته تجنن. بس على الطعم يعجبك. اكيد هيعجبه، بس انت تركز وتخلي بالك من صوابعك، اكل سهام مالوش زي. استنيني. الله 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 الله، تسلم ايديكي. طيب يا ماما. تليفون يا يوسف بيه. مين؟ واحده ست بتتكلم عربي مكسر. الحق. مش مضيع وقت انت. بعدين يا سحس. تكل. الله تسلم ايدك. يا قمر. الله اكبر. الله عليك وعلى حنانك. مين رايتر دي اللي لحقت تعرف انك جيت؟ ما تحرجوش بقى يا حسين. احرجه؟ ده بيحرج. طب علشان اثبت لكم براءتي انا عازمكم الليله دي على سهره بمناسبه جوازكم. لا بلاش الليله دي، يستحسن ناجل الحكايه دي شويه. ليه يا حسين؟ حاسبكم انا واروح اجيب لكم الحلو. ايه مش عاوز تسهر ليه؟ سهام مش جاهزه دلوقتي تسهر في اماكن عامه. يومين كمان اجيب لها كذا فستان سهر. فساتين؟ لا سيب الحكايه دي عليا، انت عارفني استاذ، هشتري لها احلى فساتين. هتقول لي. واذكر ان انا قلت لكم المره اللي فاتت على اسماء المراجع اللي ممكن الاستعانه بيها.
ولو تضمن البحث نتائج ميدانية هيكون أفضل. وأحب أذكركم إن البحث ده عليه 25% من أعمال السنة. حد عنده أسئلة تانية؟ طب معادنا الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم.